بشأن ذلك مشاهدينا الكرام، معنا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة فاطمة، لا تزال أزمة المهجرين معضلة في العراق، هل من تفسير لعدم حل هذا الملف من قبل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن؟ بالتأكيد، يعني السبب واضح أنه لا يوجد لحد الآن حل لهذه المشكلة، لأن هذه الحكومات التي جاء بها الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 ليست بالحكومات الوطنية القادرة على خدمة الشعب. هذه الحكومات جاءت فقط من أجل مصالحها الشخصية وتنفيذ الأوامر التي تملى عليها من قبل الدول، سواء إيران سواء أمريكا سواء أي دولة تريد أن تستغل ظروف العراق وتريد أن تحقق أهدافها في العراق. ولذلك فإن غياب مثل الحس الوطني الذي هو أساس لأي تقدم وأي خدمات ممكن أن تقدم للمواطنين، يعني أنه لن يتحقق أي تطور إيجابي في شأن ملف النازحين. ولكن وزارة الهجرة والمهاجرين يعني أطلقت وعودا ربما جديدة بإنهاء هذا الملف في العام الحالي، هل من علاقة بين هذه الوعود التي أطلقتها وزارة الهجرة والمهاجرين وبين اتهام الوزارة بتوزيع سلات غذائية ومواد صحية أيضا يعني غير صحية ومنتهة الصلاحية؟ وزارة الهجرة والمهجرين منذ أن استلمت مهامها لم نرى لها يعني أي تأثير إيجابي على ملف النازحين. هي متهمة أصلا بالفساد، فكيف من الممكن أن نتوقع منها أن تقوم بأي يعني خدمة ممكن أن تقدم للمواطنين؟ يعني وهذه يعني هذه ليست مجرد اتهامات، يعني هذه حتى مثبتة من قبل المنظمات الدولية العالمية التي كانت تتعامل مع هذه الوزارة، ومنها المجلس النرويجي للاجئين والذي فضح ما تقوم به وزارة الهجرة والمهاجرين منذ زمن طويل. هذه الوزارة مثلها مثل باقي وزارات العراق الحالية جميعها يعني مع الأسف الشديد تتمتع بالمرتبة الأولى في مستويات الفساد، وبالتالي نرى هذا النتائج على ما يقدم للنازحين من مواد غذائية المفروض هي يعني أبسط الأشياء التي يجب أن تتوفر للنازحين من أجل أن يستمروا على قيد الحياة، تقدم لهم يعني مواد منتهيات الصلاحية ولا تصلح للاستخدام البشري، وهي حالها حال المواد التي يعني تدخل للعراق ويستهلكها ويقدمونها للمواطن العراقي على أساس أن يتم أن يستهلكها من خلال بطاقة تموينية وغيرها. كل هذه الوزارات وبضمنها وزارة الهجرة والمهاجرين لا تصلح، لأنها يعني وزارات فاشلة وفاسدة، ويعني الطائفية نخرت مفاصلها. نعم، ولكن في أكثر من مناسبة نرى وزارة الهجرة والمهجرين تصرح بأنه هذا الملف ملف النزوح قد أغلق وتمت إعادة النازحين إلى مدنهم ومناطقهم. حتى لو صحت هذه الفرضية دكتورة فاطمة، هل برأيك البنية التحتية وحتى الأمنية لنقل مستعدة فعلا لاستقبال هؤلاء النازحين داخل العراق ومستعدة هي فعلا لمثل هذا القرار إن صح؟ هذا ما تطلقه من وعود هذه الوزارة وحتى الحكومات كلها يعني لا تستند على أرض الواقع. الدمار لا زال يحل بهذه المناطق التي شهدت العمليات العسكرية، لا زال الأمان لا يتوفر في هذه المناطق، والأمان هنا نقصد الخطر الذي يترتب على حياة المواطنين من مختلف الجوانب، سواء من الأمان الذي لا يتوفر في هذه المناطق بسبب وجود العبوات الناسبة، بسبب وجود الأنقاض، المباني المهدمة، بسبب لا زالت حتى بعض المدن لا توجد فيها الجثث ولم يتم استخراجها وتنظيفها من هذا بعد، الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها هذه أيضا لا تتوفر.
فكيف يمكن أن نصدق مثل هذه الوعود؟ هذه الوزارة يعني تعتمد على مجرد الدعاية وتستخدم هذه الدعاية من أجل أن تبين أنها يعني تواصل عملها وتحقق وتريد أن تحقق أهداف، وهي فقط أهدافها التي تريد أن تحققها هي مجرد مصالح الأشخاص، مصالح الشخصية للأشخاص الذين يتصدرون هذه الوزارة لا أكثر ولا أقل، استخداما لها في المستقبل من أجل الحصول على مناصب جديدة لا أكثر ولا أقل. أما الواقع فهو يتحدث عن نفسه، لو كان هناك يعني في الحقيقة شفافية لكانوا ذهبوا إلى هذه المناطق وصوروها بهذه الطريقة التي هي وحالها الذي يعيشه أهلها. طيب ما الهدف الرئيس برأيك إلى كل هذه المماطلة عبر هذه السنوات الطويلة من إغلاق هذا الملف، ملف النازحين، إغلاق المخيمات؟ هل السبب الرئيسي يكمن في إطار ملف التغيير الديموغرافي أو السكاني وهذا المخطط الذي يحدث في تلك المناطق؟ هو هذا في الحقيقة الهدف الأساسي، هناك العديد من الأهداف ولكن هذا هو الهدف الأساسي، إغلاق عدم إغلاق مخيم عفوا ملف النزوح إلى حد هذا الآن أدى إلى أن الكثير من سكان المناطق لم يعودوا بعد إلى مناطقهم، ومنها التي هي أصبحت يعني مثل يضرب هي منطقة جف الصخر، عدة مناطق في محافظة ديالى والتي تعتبرها الآن إيران مناطق تابعة لها وتريد أن تفرض سيطرتها من أجل أن تفرض سيطرتها على جميع العراق. إضافة إلى ذلك لا ننسى أن الكثير من هذه المناطق رفضت هذه الحكومة وتظاهرت واعتصمت ضد هذه الحكومة من أجل تغيير هذا الواقع السيء الذي يعيشه العراقيون، ولذلك تعتبر هذه الحكومة وغيرها هؤلاء أعداء لهم لأنهم لمجرد أنهم رفضوا هذه السياسات الظالمة التي تجري في العراق. إضافة إلى ذلك فهو يمثل عقاب لهؤلاء الناس لأنهم لم يستسلموا ولن يستسلموا في الحقيقة، كل من يدافع عن الحق فهو على الحق، ولهذا فهي تحاربهم بهذه الطريقة بمنعهم من العودة إلى مناطقهم من أجل إذلالهم ومن أجل إحداث التغيير الديموغرافي. إضافة إلى ذلك فإن هناك مناطق كثيرة هناك تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة وهذه أهم مصادر القوة، ولهذا فإن منع المواطنين من العودة إلى منازلهم يعني أن تسيطر الميليشيات، أن تتم مصادرة أملاكهم، بساتينهم، أحواض المياه، الكثير هي التي تعتبر جزء من ثروة العراق، وبالتالي تضمن سيطرتها تضمن هذه الميليشيات وهذه الأحزاب سيطرتها على العراق. من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.